نادي الزمالك عايز ايه؟ ماذا يريد نادي الزمالك من ابنائه؟ سؤال مهم جدا يحتاج لإنكار ذات، رأيناه خلال الأيام الماضية في كثير من الناس المحترمة التي ركنت مصالحها الشخصية على جنب، ركنت المصلحة الشخصية على جنب، وأعلت من قيم وقيمة هذا النادي العظيم، أحد أفضل الأندية على مستوى العالم، النادي الذي هو عصب وركن أساسي بجوار شقيقه النادي الأهلي من أجل رياضة وليس كرة قدم وحسب متقدمة في هذا البلد العظيم. نادي الزمالك أول حاجة يحتاجها لإنكار ذات، ده شفناه مع ناس كتير. تاني حاجة يحتاج لعدم منظرة، ويحتاج إلى عطاء، ويحتاج إلى أقوال مهمة جدا مأثورة من رموزه وحكمائه في هذا التوقيت. ولذلك أنا ببدأ أدعوهم أن يتحدثوا، نريد أقوالكم في هذه المرحلة المهمة من تاريخ نادي الزمالك. دي أصعب انتخابات ممكن يشهدها نادي الزمالك على الإطلاق. نحتاج لكلماتكم لكي تونس الناس وهي رايحة الصناديق، تطبطب على كتافهم وهم رايحين يصوتوا وتقول لهم اتقوا الله في نادي الزمالك. احنا حكماء هذا النادي ورموزه، بنينا على اكتافنا نقطة بحر من تاريخه، وانتوا رايحين للصناديق يوم 20 بتحملوا معكم هم ومستقبل وتاريخ نادي عظيم في مرحلة فارقة، فاتقوا الله في السوق وانتوا رايحين تدلوا بيه. انا اعليت من شعار الزمالك فوق الجميع من ابنائه في هذه الانتخابات، وافضل اكرر الرمز ده لغاية اخر يوم في الانتخابات. كل المتبارين من مقعد الرئاسة وحتى المقاعد اللي تحت السن، عندما تنظر إلى سي في كل واحد وتنظر إلى برنامجه الانتخابي، سواء الخمسة اللي على مقعد الرئاسة، السيد حسين أحمد لبيب عمر، أو السيد عمر جلال حسن محمد هريدي، أو الكابتن فاروق فؤاد جعفر محمد، أو السيد ماجد فاروق عبد الجواد، أو السيدة الفاضلة مرفت سيد أحمد إسماعيل، أو لو نظرت للناس اللي على مقعد نائب الرئيس بدءا من السيد أحمد محمد عبد الغني عبد الرازق، السيد هاني مجدي حجاج خليل، السيد هشام نصر سليمان محمد، ورحت كمان لمنصب أمين الصندوق وأخذت تدقق بعينيك في الأسماء المرشحة، السيد حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، السيد خالد إبراهيم محمد لطيف، السيد عبد المجيد سليم عبد الصبور دسوقي، السيد كريم محمد عادل السيد عبيد، السيد محمد قدري محمد، السيد محمد ممدوح حسن الماوي. تجد الثلاث مناصب الرئيسية، خمسة في الرئاسة، ثلاثة على النائب، ستة على منصب أمين الصندوق، كلهم مدام يحملوا كرنيه عضوية نادي الزمالك فهم أفاضل، وبيقدموا نفسهم لعضو الجمعية العمومية لكي يفاضل ويختار. فما ينفعش التقليل من شأن أي حد فيهم
أو النيل منه، لأنه في النهاية يحظى بشرف أنه عضو نادي الزمالك. ولكن أنت المطلوب منك إيه كعضو جمعية عمومية في الثلاث مناصب المهمة؟ طول حياتي عندي منظور في الانتخابات إن ما ينفعش فيها الرمادي، وما ينفعش فيها مسك العصاية من النص، خصوصا لما تكون في مرحلة صعبة وتحتاج لمشرط جراح لإنقاذ مسيرة نادي، وده اللي يحتاجه الزمالك من المجلس اللي جاي. عشان كده سأكون ربما الإعلام الوحيد الواضح جدا واللي بيعلن تأييده المطلق للقائمة الموحدة. ولما أقول القائمة الموحدة لصالح نادي الزمالك، لو كلمتني من أسبوعين ثلاثة أو من شهر أنا كنت مش مع القائمة الموحدة، وكنت بقرأ البرامج الانتخابية وبقيم الأمور وبقول لو ليا صوت عدي مين في الرئاسة ومين في النائب ومين في أمين الصندوق. ومع تطور الأيام وبعض المعلومات المتبوعة بكثير من الاتصالات والوقوف بدقة على مشاكل نادي الزمالك وهمومه وبصفة خاصة الوضع المالي، أصبح عندي يقين مطلق أن أتجرد من عواطفي كنت مع مين من شهر، وإني أنا أقول إن القائمة الموحدة هي قائمة الإنقاذ التي تستطيع أن تمسك مشرط الجراح لكي تنقذ نادي الزمالك من عسرته. حتى وأنا بتكلم عن الأعضاء فوق السن وليا شرف إن أنا أذكرهم في برنامجي، بدءا من السيد أحمد إبراهيم عبادة، السيد أحمد سليمان عفيفي عباس، السيد أحمد عفيفي مصطفى السيد، السيد أحمد فودة أحمد، السيد أسامة الدسوقي الحسيني، السيد أشرف إمام عبد السلام، السيد الحسيني سمير محمد، السيد عبد المنعم أحمد متولي، السيد حاتم السيد حسين، السيد حسام محمد عبد الله، السيد حسين سيد عبد الحميد عفيفي، السيدة حمدية كمال عبد الرؤوف، السيد رجب أحمد رواش، السيد رفعت عبد الرؤوف شبل، السيد سامح سني سعيد محمود، السيدة سماح سعيد عبد الله، السيد سيف الإسلام محمد يوسف، السيد شريف محمد إسلام محمد، السيدة شيرين حسن كامل، السيد طارق أحمد محمد عبد العال، السيد عبد الله جورج عبد سعد وقد انسحب من الانتخابات لصالح الجبهة الموحدة، السيد علاء الدين مختار محمد مقلد، السيد عمرو علي أدهم إبراهيم، السيد ماهر محمد شفيق، السيد مجدي محي شكري، السيد محمد رشاد محمد، السيد محمد رشاد محمد حسن، السيد محمد طارق حسن عبد الغني، والسيد محمود سامي عبد الوهاب محمود، والسيدة مروة عبد الحفيظ البرجي، والسيدة مروة أمير محمد عثمان الرفاعي، والسيد مصطفى سيد عبد الخالق عبد الرحمن، والسيدة نجلاء السيد أحمد خليفة، والسيدة نجلاء فتحي ناجي مفتاح، والسيد هاني شكري نجيب جرجس، والسيد هاني عيد محمد عيد، والسيد هاني نبيه عزيز برزي، والسيد هشام محمد علي أحمد، والسيد هشام حسين زكي. كل دول حضرتك اللي فوق السن ومعاهم اخواتهم وزمايلهم اللي تحت السن، احمد خالد سعيد حسنين تحت السن من الشباب، والسيد احمد عادل محمود محمد النمس، واحمد هاني محمد سعيد، وايهاب عصمت حسن عاشور، وآية هشام فؤاد، وخالد محمد المنتصر، ورامي إبراهيم محمد نصوحي، وعلي عبد الحميد علي العطفي، ومحمد خالد محمد أحمد الصادق، ومحمد صلاح حسين عودة،
ومحمد ياسر حسن مصطفى ونيرة مصطفى نصر جاد الله وهشام نصر الدين إبراهيم علي وياسمين حامد عبد الحليم إسماعيل. من الطبيعي ومن الذوق ان نتمنى التوفيق للكل، ولكن لما تيجي تقرا الاسماء وتتمعن تلاقي كثير من هذه الاسماء الحمل بتاع نادي الزمالك اكبر منه، وهم نادي الزمالك هو صعب ان يتحمله في هذه المرحله. يعني في بعض المناصب ولا اريد ان اذكر، في ناس مهمة جدا على منصب النائب ولكن لسه قدامها العمر انها تنزل وتنجح فيما هو قادم، ولكن صدقوني ليس هم رجال هذه المرحلة، وربما يكون وجودهم ضار وضار جدا حتى لو انت كيفهم نافع، لان لو تطلعت على كثير من المعلومات وما هو في بعض الغرف المغلقة عن هم وهموم نادي الزمالك تجد انك مع القائمة الموحدة بتاخد الزمالك بسلاسة وبيسر شك الدبوس الى امان وبر سلامة. في مجموعة من البرامج ومجموعة من المشاريع تحملها القائمة الموحدة صعب ان يحملها فرد. في مجموعة من الكيانات الاقتصادية على المستوى الخاص والعام تساند القائمة الموحدة، ولكن من الصعب أن تساند أفراد. ربما يكون ونحن يتبقى معنا من الوقت 15 يوم على الانتخابات سيكون هناك ومعي تفسيرات أكثر من ذلك، ولكن كل في حينه. ولكن صدقني أنا من أكثر الناس اختلافا في الرؤى مع الكابتن حسين لبيب، ولكن عندما الزمالك يكون محتاج لحسين لبيب فلا بد للكل ان يتجرد. عندما يحتاج الزمالك الى قائمه موحده لا بد للكل ان يتجرد. ولذلك انا بكلم حضرتك كعضو جمعيه عموميه، انت جربت كتير على مدار العشرين سنه اللي فاتوا او يزيد 30 سنه كمان انك انت ما تختارش قائمه موحده، وكنت دايما بتبقى حريص انك تحط اسم او اتنين باستثناء مرحلتين او حقبتين، هي حقبة الاستاذ ممدوح عباس في فترة من الفترات اخترت له قايمة موحدة، وحقب الاستاذ مرتضى منصور وكنت بتختار له قائمة موحدة وكان اخرها القايمة اللي فاتت او الانتخابات الماضية، وكنت بتشوف مدى التنسيق والتناسق حتى وإن كنت بتختلف في المردود أو في الأداء. فنغمت المرة دي إنك أنت ما ينفعش قائمة موحدة نغمة مضرة جدا بنادي الزمالك، لأن نادي الزمالك أحوج ما يكون في الفترات اللي أنت اديت قائمة موحدة هذه المرحلة لكي تختار قائمة موحدة. ولذلك تلاقيني أنا متجرد من أن أذكر أسماء، لأن القائمة الموحدة لازم تحمل شعار إنقاذ نادي الزمالك. والقائمة الموحدة لما بتكلم عليها وبتعمد ما تكلمش على أفراد، وربما يكون والله على ما أقول شهيد ليس بيني وبين أي أحد منهم أي تواصل أو اتصال، يمكن باستثناء عشان أكون صادق الوحيد الكابتن أحمد سليمان، ولي فترة ما كلمنيش غير النهاردة علشان الفيديو اللي أنا كنت عامله وكان بيناقشني ببعض الحاجات فيه، ولكن أنا هو بتكلم حتى منذ زمن ما كلمنيش الكابتن أحمد سليمان، وإحنا على المستوى الشخصي أصدقاء من 25 سنة، يعني بنتبادل الرأي كأصدقاء وليس كانتخابات. لازم يبقى المفهوم قائمة إنقاذ وليس أفراد ضد أفراد. قائمة إنقاذ هتقدم إيه وتعمل إيه؟ ماذا تحمل من أجندة ومن علاقات؟ هتقدر تدخل على مسؤول تحقق إيه؟ تسدد هذا الدين اللي كاسر وسط الزمالك إزاي أو تجدوله إزاي؟ تشتغل على المقر الجديد
او الفرع الجديد في 6 اكتوبر ازاي؟ تخطط لافرع جديده ازاي؟ ولا تعمد تبدا معاك بالهمين دول؟ لانهم دول المستقبل، ان تزيل جبل الديون وان تبحث عن موارد بمقرات جديده وافرع جديده، وتنطلق من خلال ذلك لتجد تحسن في المردود على مستوى كل اللعبات، لانك بلا مال لن تستطيع ان تنافس ولن تستطيع ان تحقق شيء. النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت حقق مكاسب ماليه رهيبه، وتعاون ومسانده من الدوله ربما يكون فاق وعلى مسؤوليتي هذا الرقم من 3 ل 4 مليار جنيه. انت تحتاج الى مجلس بذات القوة يستطيع أن يحقق ذات المكاسب، لأنك لما تيجي تاخد أرض بسعر مميز من الحكومة وتعمل فرع أنت بتقدم للزمالك خدمة تاريخية ومردود مالي بالمليارات وليس بالملايين. فآن الأوان أن يكون هناك قائمة موحدة تحظى بدعم ومساندة منكم كجمعية عمومية عشان يقدر يحقق ده، سواء من خلال البدء فورا في 6 اكتوبر ثم التوجه ناحية التجمع الخامس وبعض الأماكن الأخرى بما فيهم العاصمة الإدارية الجديدة. ما فيش أفراد هتقدر تحقق لك ده. اوعى تفكر ان حل مشكلة لاعب او دفع مليون ولا 2 مليون جنيه في فترة انتخابات عشان حل أزمة وبعد كده الخبر يتمول عشان الناس تقراه، ده شيء مميز، ده شيء يعني يقلل من قيمة صاحبه. يعني هتقول لي في مشاكل كتير حلتها القايمة من هذا النوع، القايمة لما عملت ده قدمته كضمن برنامج انتخابي وليس خطوة فردية. لما جت وهي قوة وفيها فكر وفيها رجال أعمال وفيها مردود وفيها تصور، بدأت في حل المشاكل فورا أثناء العملية الانتخابية لكي تزداد معك مصداقية. فتخيل بقى لما تنجح هتعمل إيه. ولكن الأفراد اللي قاموا بحل المشاكل سؤال وجيه، أين هم من هذه المشاكل طوال الفترة الماضية؟ ولماذا الدفع أثناء الانتخابات؟ من يدفع لغرض لا يستحق أن يحصل على صوتك، ومن يعطي عشان يوصل لمكانة الزمالك أكبر من أن يكون كوبري تسلق لأي حد. الزمالك يحتاج إلى إنكار ذات زي ما بدأت حواري عن القائمة الموحدة، وربما تجد أنت الأنسب في الرئاسة الكابتن فاروق جعفر وكنت زيك، ولكن في هذه المرحلة ربما يكون الأفضل فيما هو قادم الكابتن فاروق جعفر، ولكن في الوقت الحالي حسين لبيب وقائمته. لو سمحت ما طلعت صور، لأن أنا مش بتكلم على الأفراد، لو تكرمت ما طلعت صورة أي مرشح، طلع صورة شعار الزمالك، طلع رمز الزمالك اللي احنا محتاجين نذكر بيه أعضاء الجمعية العمومية، اللي احنا محتاجين نقول لهم الشعار ده محتاجكم بجد، الشعار ده محتاج يتلمع، محتاج حد يمسك بيه عشان يطلع ويطير بعد سنين من القيود. دون ان اتحدث عن اي مرحلة او اي اسم، الكل اعطى بفكره وتصوره وتفانى، واحترم الجميع سابقين وحاليين، ولكن حرروا الزمالك من قيوده يا أعضاء الجمعية العمومية. ما تحطوش أي عراقيل، اعملوا على الوصول لقائمة موحدة تعرف تحاسبها وتنطلق بالزمالك وتشيل عنه هم الدين وتجيب له موارد تليق بيه. الزمالك نادي عظيم يستطيع أنه يجمع مليارات في أقل من 4-5 سنين ويحقق مردود بالملايين من الموارد في أقل من 6 أشهر. ولذلك الزمالك لا يحتاج لمتبرعين، وإنما يحتاج لمفكرين.
حد مفكر شاطر يمسك سنارة علشان خاطر يقدر يجيب بيها سمكة تدخل الخزنة وتعمل مزرعة سمك حواليها، إذا كنا بنتكلم بمفهوم التنمية والموارد المالية. أرجوكم تجردوا من أي شيء، أرجوكم تناسوا أي مصالح، أرجوكم فكروا من أجل الزمالك بالعقل وبالمنطق، ولا تتركوا أحد يوصل لحاجة ممكن تضر نادي الزمالك. الكل أفاضل والكل محترمين، ولكن أنتم من يحدد مصير المرحلة. أقسم لكم بالله بيدفع لصفحات السوشيال ميديا مبالغ رهيبة كل يوم. نور الشاشة بشعار نادي الزمالك، هو ده اللي لازم ينور، هو ده اللي لازم يضيء، هو السهم ده اللي لازم يطلع من الشعار في قلب كل واحد، يفكروا ان آن الأوان ان تنتفض لكي تنقذ هذا النادي. لازم يا جماعة، وهناك كلام مهم في هذا الملف وكلام لصالح الزمالك دون تقليل من أحد أو تعظيم شأن أحد، فالكل تحت هذا الشعار ما دام معاه كرنيه عضوية نادي الزمالك سواء. صفحات المدفوعة أو الأخبار الممولة لا يمكن أن تبني مستقبل نادي الزمالك. الأجرية واللي شغالين باليومية لا يمكن أن يبنوا نادي الزمالك. بتوع فسح الطريق للباشا والبيه لا يمكن أن يكون معهم برنامج لنادي الزمالك. اللي جاي يدفع النهاردة وبيختفي وما تشوفهوش أبدا إلا لما يكون عايز الزمالك ويتخلى عندما يحتاجه الزمالك، لا يمكن أن يبني نادي الزمالك. اختلف كما تريد مع رؤى وبرنامج القائمة الموحدة، ولكن صدقني الله هو الملاذ الأول وهذه القائمة خلال المرحلة القادمة، ويظل الزمالك في قلب كل زملكاوي. وسأراهن عليكم يا أعضاء الجمعية العمومية، سأراهن عليكم، سأراهن عليكم بكلمة واحدة، كل أحلام الشباب وكل أحلام المرشحين وكل أحلام البنات والنساء المتبارين في هذه المعركة الانتخابية نحترمها ونقدرها، والقائمة الموحدة هي التي ننتخبها. كل أحلام المرشحين نحترمها ونقدرها، والقائمة الموحدة هي التي ننتخبها.